هنروح بقى ل يعني للعيبه، يعني النهارده احنا شفنا اللعيبه قالت ايه واللاعبات قالوا ايه والجهاز الفني. خلينا نروح للتقرير ده، هنشوف الجهاز الفني بقى للرجال واللاعبين قالوا ايه وارجع لحضراتكم تاني. نشكر كابتن محمود الخطيب على الدعم اللامتناهي واعضاء مجلس اداره جميعا، يعني ناس بصراحه في ظهرنا وبيحققوا لنا كل حاجه احنا بنحتاجها عشان نحقق النجاح دوت. فالحمد لله على النجاح واحنا مستمرين وبنقيم في النهايه، بنقيم النجاح دوت بنشوف ايه برضو السلبيات اللي فيه مش الايجابيات، بنشوف ايه السلبيات وبنشتغل عليها عشان نوصل للاحسن، لان احنا هدفنا في الاول والاخر هي بطوله افريقيا. يعني احنا مش بنشتغل بس على الدوري المحلي، لا بنشتغل كمان على بطوله افريقيا. فاحنا الحمد لله الى الان ماشيين بشكل خطه ثابته بشهادة الناس حتى في الاتحاد الافريقي ان في تطور للفريق، ولكن الفرق الجاب الكبير اللي بيننا وبين فرق انجولا لخبراتها، والفرق دي بقى لها يعني اكتر من 10 سنين مسيطرة على كرة اليد الافريقية النسائية سواء على مستوى السيدات او الناشئين. فاحنا شغالين على الكلام دوت وان شاء الله الحمد لله يعني ماشيين بخطى كويسة. واللي يطمننا في كده ان احنا اخر ماتش في السيمي فاينل في بطولة افريقيا الاخيرة احنا كنا ليدنج على طول المباراة فرق 2 لحد يعني يمكن اول 10 دقايق في الشوط الثاني، لكن طبعا خبراتهم والقوة البدنية اللي هم يتفوقوا بيها على بناتنا طبعا كان ليها عامل كبير في ان هم يكسبوا في نهاية المباراة. يعني Yeah, the most important is that when after the season ends, if the season was let's say successful. اهم شيء انه بعد انتهاء الموسم بهذه النجاحات نشعر بالتقدير الخاص من النادي الاهلي لنا. عندما كنت في اجتماع بعد الموسم الماضي مع الكابتن بيبو قال لنا إن النادي الأهلي فوقنا جميعا، ومع نهاية الموسم بهذا النجاح أستطيع القول إن اللاعبين والجهاز الفني أدوا عملا رائعا، وأن نكون متواجدون هنا اليوم بحضور الكابتن محمود الخطيب لتكريمنا هذا شيء رائع. ولقد أبلغنا كابتن بيبو أن النادي يريد منا المزيد، لأن هذه هي رؤية النادي وخطته، إنه لا يقف على بطولة واحدة أو إنجاز واحد، ولهذا نحن نقاتل من أجل الفوز. Results will come, no? Not always, but at least that everybody can see that you are fighting inside of the court. So الموسم كان معقدا للغاية، الكثير من التحضير واللاعبين الجدد والعمل الشاق. توجنا في الموسم الماضي بثلاثة ألقاب من أصل ستة ألقاب، وفي هذا الموسم توجنا بأربعة من أصل ستة ألقاب، والموسم القادم يجب أن نحرز ألقاب أكثر وأكثر. أتفهم جيدا مطالب النادي ورئيس مجلس إدارته، ونعمل في هذا الاتجاه لإحراز المزيد من الألقاب. The only goal, because if not we are always we never gonna be happy, because to achieve six of six every season is really complicated when you have. وأخيرا نشعر جميعا بالسعادة والرضا في هذا الموسم وما حققناه، ونعمل من أجل المزيد، ولكن نستطيع القول إن ما تحقق حتى الآن هو مرضي بالنسبة لنا. Moving forward, that the results show this could show us something more, but it's what it is. والله طبعا الحمد لله بشكر ربنا ان ربنا كرمنا الحمد لله ان احنا نبقى موجودين في لحظه زي دي، ان احنا موجودين هنا للتكريم على يلا خلينا نقول انجاز الحمد لله عملناه، لكن هو ده العادي بتاع النادي الاهلي. لكن كالعاده طبعا احنا عارفين ان النادي الاهلي وادارته وجمهوره دايما ما بيكتفوش باي حاجه انت عملتها، لازم دايما يبقى في دوافع جديده لما هو قادم يعني. فالحمد لله بشكر ربنا وبشكر مجلس اداره على اللفته الجميله دي وعلى النشاط الرياضي وعلى اللعيبه الرجاله اللي هم خلونا الحمد لله موجودين في لحظه زي دي، بدل ما يبقى كشف حساب لا بالعكس هو تكريم ودافع جديد للامام ان شاء الله في القادم ان شاء الله. لا هو في الاول وفي الاخر طبعا ده النادي الاهلي نادي كبير قوي، نادي مجلس ادارته كبير قوي وجماهيره كبيره قوي. هو كابتن محمود حرص ان هو يشجعنا وان هو يحفزنا اكتر، مش ان هو بس يكرمنا او ان هو يتكلم على البطولات اللي خدناها، لا هو اتكلم كمان على السلبيات او على الحاجات اللي ناقصانا او اللي هو شايف انها ممكن تزيد عندنا. فهو دي سمات النادي الاهلي، هو حرص ان هو يحسسنا ان هو عايز ياخد كل حاجه او ان احنا اي حاجه نقدر ناخدها ما نفرطش فيها. فلا انا طبعا شايف ان دي طريقه احسن من ان انت حتى تكرم وتحسس الناس ان انت عملت كل حاجه، لان انت فعلا لسه عندك اكتر. فلا اول حاجه بشكره طبعا بشكر مجلس الاداره كله على التكريم وان هم
يعني قدرونا وحسسونا قد ايه هم معانا وقد ايه هم يعني مقدرين كمان البطولات اللي حققناها. وبتمنى في الفتره الجايه ان شاء الله نقدر نحقق اكتر وزي ما هو قال كمان ان احنا نفرح جماهيرنا ونبسطهم وبس. طبعا كان موسم صعب وكان فيه ضغوطات ومسؤوليات كبيره، بس دي عاده طبعا النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ان هي دايما محطوطه تحت ضغط ان هي لازم اي بطوله بتدخلها لازم تاخد فيها المركز الاول. بالنسبه لنا المركز الثاني زي المركز الاخير، وده عقيده النادي الاهلي دايما يعني منذ النشأة يعني. فالحمد لله احنا خدنا 4 بطولات طبعا من 6، كنا نفسنا ان هم يكونوا 6 من 6، بس ان شاء الله ده يحصل السنه الجايه. وبنشكر طبعا مجلس اداره وكابتن محمود الخطيب على المقابله النهارده والاحتفاء بينا وكده، وهم دايما طبعا في ظهرنا يعني وفي ظهر كل الفرق الرياضيه يعني. الحمد لله على السنه دي يعني عملنا موسم قوي. الموسم كان صعب جدا، قدرنا ان احنا نخرج ب4 بطولات من 6 بطولات. 4 بطولات كانوا باجواء ومواقف كتير قوي. الحمد لله اللي احنا قدرنا ان احنا نكسب 4 بطولات، وطبعا على تكريم كابتن محمود الخطيب يعني حاجه جميله جدا. احنا جينا كلنا النادي وهو كرمنا وحفزنا وكلام اكيد اللي احنا مش هنقف على ال4 بطولات بس في الموسم ده. الموسم الجاي عندنا بطولات اكتر، حاول ان احنا ناخد بطولات اكتر من الموسم اللي فات، وان شاء الله نبعد الجميل ان شاء الله هنبذل اكثر حاجه عندنا. طبعا الحمد لله على الموسم ده. الف مبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي. الناس دي كلها بتتعب علشان خاطر نفرح الجمهور. بصراحه النهارده كان في تكريم خاص من كابتن محمود، كان هو حرص ان هو يجمعنا كلنا عشان يتكلم معانا كلمتين، كان بيحفزنا على الموسم الجاي. قال لك يعني هو طبعا بارك لنا وقال لنا الف مبروك، موسم كويس بس طبعا مش احسن حاجه بالنسبه للنادي الاهلي. احنا واخدين 4 بطولات من 6، ف قعدنا اتكلمنا في البوينتس اللي هي البطولتين دول خسرناهم ليه. طبعا بدايه الموسم الجديد هننسى كل الكلام دوت ونبدا نفايت في الموسم الجديد على كل البطولات، لان احنا السنه اللي فاتت مثلا خدنا 3 بطولات، السنه دي 4. فهو بيتكلم ان احنا لا احنا في تصاعد ومش عايزين نسيب اي بطوله سهله طالما في امكانيه ان احنا ناخدها، ما نتهاونش وما نسيبهاش يعني. الحمد لله طبعا على الموسم دوت، وبحب ابارك طبعا لجمهور النادي الاهلي على الموسم التاريخي ده. الحمد لله كان موسم صعب طبعا، انت بتلعب 6 بطولات في الموسم، كان موسم طويل. انت بادئ الموسم من شهر 8 تقريبا، مخلصه في اخر 5، فكان موسم طويل بالنسبه لنا. داخلين 6 بطولات اكيد احنا بنلعب على 6 بطولات عايزين نكسبهم. الحمد لله قدرنا نكسب 4. كان في دعم كبير من مجلس الاداره والجهاز الفني كله والاداري، وطبعا الجماهير كانت بتدعمنا بشكل كبير جدا. الحمد لله كان سبب اساسي ان احنا نقدر نحقق البطولات. بان برضو النهارده ان الاداره بتكرمنا اللي احنا عملناه، فده بان الاداره متابعينا، الاداره بتدعمنا، فدي حاجه كويسه للاعبين يعني. الحمد لله ربنا كرمنا. الحقيقه اوقات كتيره جدا وانا قاعد هنا وانا بتفرج على التقارير دي مع حضراتكم، في اوقات بكون شفتها وفي اوقات ببقى اول مره بشوفها مع حضراتكم، فالحقيقه بنسى نفسي وبنسى ان انا اعلامي في قناه النادي الاهلي، وبفتكر او ان انا بشوفها بعين المشاهد او بعين المشجع للنادي الاهلي. النهارده شفتوا، معلش يا جماعه وانا بتكلم انا هطول عليكم 2 دقيقة بس، يا ريت برضو تجيبوا لي لقطات كده وانا بتكلم. شوفوا الفرقه وهي جايه تقابل رئيس النادي الاهلي، جت قبله ازاي الفرقه كلها جايه يونيفورم واحد كانهم رايحين مباراه. مفيش همسه، شكرا يا جماعه، مفيش همسه. بص روح الموده اللي ما بين مستر ديفيد ديفيز وكابتن محمود الخطيب والكلام ده، كابتن اشرف عواد، لا انا بتكلم كمان على مستر ديفيد ديفيز، الحب والتواضع من كابتن محمود الخطيب. احنا انت النهارده رئيس النادي انت تحبه، ولكن انت في نفس الوقت جاي محترمه وجاي قلقان منه. النهارده المعادله دي هي اللي عامله الانضباط جوه النادي الاهلي. النهارده كابتن محمود الخطيب الفرقه سواء السيدات او الرجال كلهم، الجهاز الفني جاي بطقمه، اللعيبه جايه بطقمها، قاعده بانضباط، كل اللعيبه قاعده، ما فيش حد ماسك تليفونه، ما فيش حد بيتكلم، ما فيش حد. انت النهارده جاي بتتكلم او جاي تقعد او جاي تتكرم من رئيس النادي الاهلي. النهارده لما قامه كبيره في التدريب زي مستر ديفيد ديفيدز يقول كل، بص الجهاز الفني كله لابس نفس الطقم الماتشات، انت جاي تقابل رئيس النادي الاهلي، جاي تتكرم من رئيس النادي الاهلي ومجلس الاداره. فالكلام ده كله انا كمشجع يعني، سيبك بقى من ان انا كاعلامي، الحاجات دي بتخليني افخر ان انا بنتمي لهذه المؤسسه بحب ليها، مش بس ان انا اعلامي في قناه النادي الاهلي. طيب اروح لمشهد تاني. النهارده لما مستر ديفيد ديفيد كقامه كبيره على مستوى العالم في التدريب اسباني، مره منتخبات كبيره، هو نفسه كان لاعب كبير في منتخب اسبانيا، فالنهارده لما يقول لك اهم من اللي احنا عملناه والانجاز هو ان انت تحس ان مجلس الاداره والمسؤولين في النادي الاهلي حاسين بمجهودك.
هنا هو مش بيتكلم عن تقدير مادي، تقدير كل ده موجود، بس انا هو ما اتكلمش عن كل ده، ولكن هو اتكلم عن التقدير الادبي اللي الحقيقه احنا مفتقدينه في كثير في كثير من المؤسسات الاداريه الرياضيه في مصر، بنفتقده. يعني النهارده لازم التكريم ده يجي من الاتحادات، لازم يجي التكريم ده من الاتحادات الرياضيه، لازم يجي من كل الهيئات الرياضيه، تكرم ابنائك، تكرم اصحاب الانجاز بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، شكل يعني في روح الاسره، ولكن في انضباط، في احترام، في كشف حساب. النهارده انا مبسوط بالانجاز اللي انت عملته، بس تعالى انا اديتك كذا واديتك كذا واديتك كذا، كاب بيحاسبك، عملت لك وعملت لك وعملت لك، جبت مجموع كذا، مجموع ده اللي هو البطولات. طيب انا ساتيسفايد، انا راضي، راضي زي ما قال مستر ديفيد، ولكن هل ده بالناس بنا اللي عايزينه؟ لا، كابتن محمود الخطيب قال احنا عايزين كل البطولات. الحقيقه انا بقول لكم الكلام ده، خليني اقول لكم يعني اللي بيطلع من القلب بيوصل من القلب. انا ده احساسي ان انا بتفرج على التقارير دي مع حضراتكم، فعلا بحس بعين المشجع بمنتهى الفخر ان انا بنتمي لهذا الكيان الكبير. وكان منهم الايام قراري ان انا اجي لهذا الكيان الكبير كان قرار بكل اقتناع، ومن احسن القرارات اللي خدتها في حياتي عشان حضراتكم شايفينه ده.